في هذا الفيديو سأقدم لكم إثبات سحب من موقع بيتبيتس لربح العملات الرقمية بشكل مجاني والسحب مباشرة على محفظة فوستباي أو السي وولت. يمكنك من خلال هذا الموقع ربح عملة البيتكوين، لايتكوين، دوكوا، بي ام بي، ترون، يو اس دي تي، تون، سولانا وعملات الميم الأخرى. كالعادة سأترك لكم رابط التسجيل في الموقع في صندوق الوصف. لا تنسى اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، كذلك لا تنسى الانضمام إلى قناتنا على التليجرام وصفحتنا على الفيسبوك للمزيد من المواقع الخاصة بربح العملات الرقمية بشكل مجاني. أولا سأقدم لكم إثبات السحب بعملة دوكو على الفوست باي، بعد ذلك سنشرح كيفية الربح من الموقع بشكل مفصل. تلاحظون لدي هذه المجموعة من النقاط وهنا ما يعادلها بعملة الدولار. سأضغط على withdraw crypto لسحب الأرباح، من ثم في الإيميل أدرس سأضع إيميل الفوستباي، بعد ذلك أختار السحب على الفوستباي أو السي وولت. إذا كنت ستسحب على السي وولت أضع إيميل سي وولت. سأختار الفوستباي، طبعا يمكنك السحب بهذه العملات الرقمية، أنا سأختار عملة الدوك. ثم ستصلني هذه الكميات، سأضغط على withdraw. كما تلاحظون your payment has been sent، يعني تم إرسال المبلغ. هنا تظهر paid. إذا دخلنا إلى الفوست باي هذا اسم الموقع وهذا المبلغ بعملة الدوك أمامكم، تصلك الأرباح بشكل مباشر ولا تحتاج إلى الانتظار. بالنسبة لكيفية التسجيل والعمل على الموقع الأمر بسيط للغاية. طبعا للتسجيل تضغط على continue with google إذا أردت التسجيل من خلال حسابك على جوجل، أو تضغط على register. تقوم بإضافة اليوزر نيم اسم المستخدم، تضع الإيميل أدرسز أو البريد الإلكتروني، باسورد، تعد كتابة الباسورد، توافق على شروط وسياسة الاستخدام وتضغط على ريجيستر. بعد ذلك يقول أنه يطلب منك تفعيل التسجيل من خلال الإيميل. تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابي. بالنسبة لكيفية الربح من الموقع، طبعا هنا في الأعلى يمكنك الانضمام إلى قناتهم على التليجرام، كذلك توجد هنا مسابقة خاصة بالإحالة. المهم أنت تقوم بجمع النقاط أو بيتس، هذه النقاط تقوم بتحويلها إلى عملات رقمية. طبعا طرق جمع هذه النقاط كثيرة للغاية وبسيطة. كذلك هنا تجد الرصيد الخاص بك، تجد المبلغ الذي قمت بسحبه، ويمكنك سحب أرباحك طبعا بالضغط على withdraw crypto. المهم هنا تجد offer wall أو إتمام العروض، من هنا يمكنك إتمام العروض وجمع النقاط التي تقوم بتحويلها إلى أي عملة رقمية تريدها والسحب بشكل مباشر على الفوست باي أو على السي وولت. تختار أي شركة عروض، لنفترض مونيليكس، أضغط على أوبن مونيليكس. في مونيليكس تجد أدز وأوفر. بالنسبة لأدز تشاهد الإعلانات فقط، تضغط على واتش أد، تنتظر في الموقع لفترة معينة من ثم تقوم بالخروج. أوفر يعني تقوم بإتمام العروض كلعب الألعاب، تحميل تطبيقات ومجموعة متنوعة من العروض. الشركات الأخرى يمكنك العمل عليها بنفس الطريقة، تجد شركات استطلاعات وأنواع مختلفة من المهام تقوم بتنفيذها وتحصل على نقاط. كذلك هنا تجد شورت لينك أو تخطي الروابط المختصرة، تقوم بتخطي الروابط المختصرة وتجمع النقاط. كما تلاحظون تجد مجموعة كبيرة من الروابط التي يمكنك تخطيها. هنا تجد فوست أو سنبور، يمكنك المطالبة منه كل 11 دقيقة و33 مرة في اليوم. هنا تجد بي تي سي أو مشاهدة الإعلانات، تجد نوعين ويندو أدز يعني تفتح معك في نافذة منبثقة، تنتظر لمدة 30 ثانية وتحصل على 90 نقطة. كذلك إي فريم أدز يعني في نفس الصفحة، وكذلك تحصل على مجموعة من النقاط من مشاهدة الإعلانات. هنا المسابقات، توجد مسابقات خاصة بشورت لينك، أكثر المستخدمين الذين يقومون بتخطي الروابط المختصرة، وكذلك تجد مسابقات خاصة بالإحالة، أكثر المستخدمين الذين يقومون بدعوة أصدقاء جدد. إذا كما رأيتم هذه جميعها طرق الربح من الموقع. لسحب الأرباح ستضغط على داشبورد، من ثم طبعا تضغط على withdraw crypto كما رأيتم في البداية، تضع الإيميل الخاص بالفوست باي أو دايركت يمكنك السحب على منصة أو محفظة خارجية. سنختار الفوست باي، من ثم سنختار عملة لايت كوين، من ثم سنضغط على withdraw. كما تلاحظون هنا قام بدفع، سندخل إلى الفوست باي وها هي الكمية وصلتنا أمامكم بعملة لايت كوين على الفوست باي وهذا اسم الموقع. طبعا شرحنا سابقا الفوست باي والسي وولت، سأترك لكم رابط الفيديوهات في صندوق الوصف إضافة إلى رابط التسجيل في هذا الموقع. إذا كان لديك أي سؤال اتركه في التعليقات، تنسى الاشتراك في القناة، كذلك لا تنسى الانضمام إلى قناتنا على التليجرام وصفحتنا على الفيسبوك.